أهلا بكم. البداية بالملف النووي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن إيران جادة في مفاوضات فيينا، لكن من غير الواضح إلى أي مدى. من ناحية أخرى، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا النووية عباس عراقشي أن هناك جدية لدى الجميع للتوصل إلى حلول للعودة للاتفاق النووي. قال عراقشي إن الجانب الأمريكي أعلن استعداده لرفع جزء كبير من العقوبة عن إيران، لكن المباحثات مستمرة حتى تحقق طهران كل مطالبها. وقد انتهت في فيينا الجلسة الافتتاحية للجولة الرابعة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. أطراف الاتفاق النووي يعودون إلى فيينا، وجولة رابعة تبحث عن مسار يعيد الاتفاق النووي الإيراني إلى سيرته الأولى. وتضييق الفجوة بين واشنطن وطهران لاستئناف اتفاق عام 2015. تصريحات من واشنطن وطهران تشي بتوجه نحو العودة إلى الاتفاق. مسؤول في الخارجية الأمريكية قال لرويترز إن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا بذلك، ولواشنطن مصلحة في أمنها القومي متى التزمت طهران. تصريحات تتماهى مع أخرى متفائلة، وهذه المرة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال إن تقدما حصل في محادثات فيينا والأجواء باتت إيجابية وأن الأطراف بدأت بصياغة المسودات. كبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي قال إن إيران جادة في العودة لتعهداتها في الاتفاق إذا ما تحققت مطالبها برفع العقوبات. الأخبار التي تصلنا عن الأمريكيين هي أنهم جادون أيضا في العودة للاتفاق النووي، وحتى الآن أعلنوا استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم، لكن من وجهة نظرنا هذا غير كاف، ولذا المباحثات مستمرة حتى تحقيق جميع مطالبنا، وإذا ما حصل ذلك فإيران جادة أيضا في العودة لتعهداتها في الاتفاق النووي كاملة. طهران تشترط رفعا كاملا للعقوبات إذن مقابل التزامها بالاتفاق النووي، وترفض المطالب الأمريكية والأوروبية الجديدة المتمثلة في تدمير أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد مقابل إلغاء بعض العقوبات المفروضة عليها. أما الولايات المتحدة التي ترى في إيران مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة، فإنها تتوجه سخيفة بعد رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة تقربها من صناعة سلاح نووي وتسارع للحيلولة دون حدوث ذلك. الاتفاق النووي يرتبط بقضايا أخرى إقليمية. استمرار الحرب في اليمن وعملية كسر العظم للسيطرة على مأرب بين الحوثيين المدعومين إيرانيا والقوات اليمنية المدعومة من التحالف السعودي يبقي إيران في دائرة الاتهامات. وبهدف تخفيف التوتر في المنطقة دخلت إيران والسعودية في مفاوضات غير علنية ربما لكسب نقاط على الصعيد الإقليمي قد تعزز موقف طهران التفاوضي في جولة فيينا الرابعة. في السياق نفسه، قال المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا إن المشاركين اتفقوا على ضرورة تكثيف عملية التفاوض. أكد أن اللجنة المشتركة لخطط العمل الشاملة افتتحت في اجتماعها اليوم جولة جديدة من المحادثات بشأن الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي. كما أشار إلى أن الوفود المشاركة مستعدة للبقاء في فيينا ما دام ذلك ضروريا لتحقيق الهدف. ينضم إلينا من فيينا عبر سكايب عامر البياتي الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة الذرية. أهلا بك سيد عامر. انطلاقا من متابعتك والتسريبات من خلال اجتماع فيينا اليوم، ما الذي يميز هذه الجولة عن الجولات السابقة حتى الآن؟ أهلا بكم أستاذ سهام وبجميع المشاهدين الكرام. الحقيقة يعني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعني انتقد إيران لأنه لا يأملون هناك التطور بسبب عدم تنازل إيران عن الخروقات اللي قامت بها بالتخصيب ب60% وترتيب أجهزة طرد مركزي حديثة يشك أنها من السوق السوداء خاصة من كوريا الشمالية والصين وروسيا، وهذا طبعا خطأ كبير. وإيران يعني طالما لن تتنازل، إيران مع الأسف أنا أتساءل
تتحدث عن الاتفاق وليس هناك اتفاق، لأن أول من خرق هذا الاتفاق هم إيران. قاموا بالتقصير ب 60% ومسموح لهم 3.67%. طيب سيد عامر، الحديث اليوم عن بدء محادثات تقنية إلى ماذا سيقود برأيك؟ بسبب تعنت إيران، ليس الولايات المتحدة، كل الأطراف المشاركة، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أيضا قد يقوم بسبب عدم تنازل إيران. أما التصريحات الروسية والصينية فهي دبلوماسية. لو كان لروسيا والصين ثقل في هذه لكن الجانب الأمريكي سيد عامر يرى أن إيران لحتى الآن يعني هي جادة في المفاوضات لكن لا يعرف إلى أي مدى. من جانب آخر الجانب الإيراني يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لرفع جزء كبير من العقوبات. هل هذه التصريحات وهذه المواقف تهيئ ظروفا ما للدخول في مفاوضات جادة وإنما نتائج ربما إيجابية في المستقبل القريب؟ أستاذ سهام، هذه تصريحات سياسية أو دبلوماسية بالدرجة الأولى. أنا أقوم بتغطية المؤتمرات في أوروبا منذ الستينات، وأنا مقبل على 80، وأنا أتابع هذا 35 عام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفا في هذه المفاوضات، والولايات المتحدة لن تتفاوض مع إيران مباشرة، لأن إيران تعرقل هذه المفاوضات والسير قدما، تعيد نفس المطالب برفع كامل العقوبات. في هذا الإطار سيد عامر، مسألة إصرار الطرف الإيراني على عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، إلى أي مدى هو يصعب من مهمة الوسطاء، وإلى أي مدى سيستمر هذا الدور دور ساعي البريد بالنسبة للوسطاء بين الإيرانيين والأمريكيين؟ لا زال هناك تحفظ من قبل الولايات المتحدة، والوسطاء لا يستطيعون أن يفعلوا. لو استطاعوا فعل شيء ما لاستطعنا أن نحصل على نتائج، ونحن في بداية الجولة الرابعة من المفاوضات في فيينا، لكن هذا ليس موجود. وكما قلت لك، أنا يعني الحقيقة تابعت كثير من المفاوضات، لكن أصعب مفاوضات نشاهده الآن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لأن إيران متمسكة برفع العقوبات، لأن قبل الانتخابات المقبلة في إيران يريدون تسويق هذا للدخل الإيراني على أنهم يحققون شيء. نعم. ولكن أعتقد الانتخابات ليس لها علاقة بالمفاوضات في فيينا، هذا خطأ كبير ترتكبه إيران، وعليها أن تدعم إلى الإرادة الدولية، لأن الحقيقة هناك مطالب ليس من الولايات المتحدة بل أيضا من الدول الأوروبية المشاركة، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بأن تغير إيران من لهجتها ومن مطالبة برفع العقوبات بالكامل. وهذا يعني لا أعتقد الولايات المتحدة يمكن تنفيذه في الوقت الحالي. من فيينا عامر البياتي، الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة الذرية، شكرا جزيلا لك.